الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة السرور. وقد استدل صاحب المنازل الهروي رحمه الله تعالى على هذه المنزلة بقوله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن القيم وتصدير الهروي المنزلة بهذه الآية في غاية الحسن، فإن الله تعالى أمر عباده بالفرح بفضله وبرحمته، وذلك الفرح إنما هو تبع للفرح والسرور بصاحب الفضل. يعني الفرح أحيانا يكون بالنعمة، وهذا جيد أن يفرح العبد بالنعمة، وأما بنعمة ربك فحدث، لكن أجل الفرح أن تفرح بالمنعم أكثر من فرحك بالنعمة. فإن الفرح بالنعمة أحيانا ينسيك المنعم فتستغرقك النعمة فلا تشكر ولا تذكر منعما لها، وهذه من القواطع والآفات. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله معلقا: فإن من فرح بما يصل إليه من جود وكرم وإحسان وبر ينبغي أن يكون فرحا بالجواد المحسن البر الكريم سبحانه وتعالى. طيب، اختلف أهل التفسير في قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته. بعضهم يقول فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، وهذا قول ابن عباس وقول قتادة وقول مجاهد وغيرهم، يقولون قل بفضل الله الإسلام، الفضل أعم والرحمة أخص. يستدلون على ذلك بقوله: ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فالقرآن رحمة والإسلام فضل، لأن الإسلام أعم. فقد تجد الشخص مسلما ولكنه قليل الالتصاق بالقرآن. وقال بعض أهل التفسير فضل الله القرآن ورحمته أن تكون من أهله، يعني كأنه يريد أن يقول الفضل القرآن في نفسه، لكن ما كل من قرأ القرآن انتفع به، وكأنه يريد أن يقول القرآن كالغيث يقع على الأرض القابلة للنبات وغير القابلة للنبات. الأرض القابلة للنبات تنبت، والغير قابلة للنبات يصيبها الغيث ولا تنبت. وكذلك النفوس، منهم من يسمع كلام الله وكأنه يسمع كلاما عاديا، من حيث القرآن وصله كسائر المسلمين الذين ضلوا وكتاب الله بين أيديهم، صح ولا صح؟ طيب، ما الذي يحول بين كل هؤلاء الناس وبين القرآن؟ ليس لا أتحدث عن الكفار، إنما أتحدث عن المسلمين. لماذا كلهم لا يقرؤون القرآن ومعظمهم؟ لأنهم لم يوفقوا من صاحب الهداية بأن يصيروا محلا للقرآن وأهلا له. فبالتالي هذه إضاءة على تصديق الهروي المنزلة بهذه الآية. قال ابن القيم والفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب. هذا الفرح، الفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب، هذا صحيح.
المحبوات كثيرة، أحيانا قد تجد شيء أنت تحبه فإذا لقيته لامست اللذة قلبك، هذا فرح. ولكن السرور، وقد اختلف الهروي وابن القيم في السرور والفرح، الفرق بينهما، وقد خالف ابن القيم الهروي في التباين بين الفرح وبين السرور. السرور أخص بالجوارح، أصل السرور من أسارير الوجه، بظهور الفرح على أسارير الوجه فلا يخفى يكون سرورا، هذا السرور. والاستبشار ظهور ذلك على شنو؟ على البشرة، هذا يسمى استبشار. والبشرى والبشارة يبشر صاحبها فيتأثر ويتفاعل ويظهر أثر ذلك على بشرة وجهه. فالحزن فقد القلب للمحبوب، الألم الذي يجده القلب إذا فقد المحبوب، هذا الفرق بين السرور وبين الفرح. طيب، يقول ابن القيم: القرآن بما لا شك فيه هو مصدر فرح المؤمنين. أولا، هم يستشعرون أنه من الله، وهذا مفقود عند كثير من الناس، أن يستشعر، هو يقرأ القرآن، أن يستشعر عند قراءة القرآن أن هذا القرآن هو كلام الله الذي تكلم به على الحقيقة. فنسمع القرآن ولا نحس ولا ندرك ولا نستشعر ولا نستحضر أنه كلام الله حقا، نقرأ القرآن ولا نستشعر ونستحضر أننا نتكلم بكلام الله، الكلام الذي قاله الله ونطقه أجراه على ألسنتنا. وأعظم الرحمة أنه جعل عقولنا وقلوبنا وألسنتنا تطيق كلامه، وإلا لولا أنه يسر القرآن لذلك لما تيسر لنا كيف وهو يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا كلام عجيب. القرآن تضمن الأمر والنهي والحكمة والأحكام، وفيه دواء الأدوية الحسية والمعنوية، وبالتالي في القرآن هدى، هذا الهدى يثلج الصدور باليقين، يعني مصدر الفرح الذي في القرآن: قل بفضل الله برحمته فليفرحوا. إذا قرأ العبد القرآن واستيقن به، ليس قراءة من يريد أن يصل إلى آخر الصورة، هذه مشكلة. الكثير من الناس يقرأ القرآن وهمه شنو؟ وهمه شنو؟ آخر الصورة، دون أن يقف على المعاني والمضامين والعمق. ولذلك قلت لكم من ذي قبل أن ابن الجوزي رحمه الله ذكر أن بعض السلف سئل: كم مرة ختمت القرآن؟ قال: ختمت القرآن مع الناس كثيرا، غير أن لي ختمة ما فرغت منها منذ 30 عاما. 30 سنة لسه ما ختم القرآن، هذه ختمة مختلفة، ما فيها زلابية ولا فيها لقيمان ولا فيها تراميس الشاي ولا في حاجة زي دي ختمة براها. الناس طبعا لما تقول ختم القرآن، شوف ختمة بتاعت قرآن ما معاها زلابية ولقيمات وشاي، دي ما ختمة ذاته، الناس ذاته بيشوفوها دي ختمة مسيخة مسيخة. أهم حاجة في الختمة يقول لك في زلابية في لقيمات كده، تخيل دي ختمة. قال هذا الرجل رحمه الله تعالى من السلف يقول أنه منذ 30 عام في ختمة واحدة ما فرغ منها من قبل، يعني من قبل، هي ختمة فيها قراءة القرآن بإمعان وتدبر وتفكر وانفعال بهذا القرآن وبإدراك حقائقه ومعانيه وأسراره وحكمه التي لا تنتهي إلى يوم القيامة. أودع الله في هذا الكتاب أسرارا وحكما عجيبة. فبالتالي هذا القرآن بتفجيره للمعاني
يثلج الصدر بيقين، يخلي قلبك ده بارد بيقين وبطمأنينة وحياة، إذ أن القرآن روح، روح سبحان الله، الروح ما يحيا به الإنسان، والقرآن هو الروح لأنه مصدر الحياة الحقيقية. الآية التي مرت علينا قبل قليل تدل على أن القرآن رحمة، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. طيب، قال ابن القيم قبل أن ندخل إلى كلام الهروي: الفرح على نوعين، وهذا التقسيم يحتاج إلى تركيز، لأنه كل قسم فيه أقسام. الفرح يطلق في القرآن على نوعين: فرح مطلق وهو مذموم. الفرح المطلق ده مذموم، قال تعالى: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هذا مذموم. وقال تعالى: إنه لفرح فخور، هذا أيضا ممنوع. هذا الفرح مذموم المطلق. الفرح الثاني المقيد، والمقيد على نوعين، وده ذاته أي واحد فيهم عنده أنواع سكيه قلت لك ركز. المقيد على نوعين: فرح بالله سبحانه وتعالى، وفرح بالدنيا. المقيدات على نوعين: فرح مقيد بالدنيا، ما مطلق الفرح، فرحان بحاجة معينة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا، ما الذي أوتوه؟ دنيا، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. مبلس يعني شنو؟ آيس يعني خلاص وصل الحد يعني، فإذا هم مبلسون. أما الفرح المقيد بفضل الله أيضا على نوعين: فرح بالرحمة والفضل سببا، كقوله: قل بفضل الله وبرحمته فرحين بما آتاهم الله من فضله. فالفرح بالله وبرسوله هو الأساس، فرح بما جاءك من الخير، وفرح بالذي أرسل إليك الخير، يعني الفرح بالعلم، بالهداية، بالتوبة، بالتوفيق، بالشرائع، بالسنة، بالهدى، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا فرح مقيد ومحمود، محمود. ولكن النوع الثاني من الفرح المقيد المحمود أن تفرح بالمنعم. إذا فرحت بالهدى والقرآن والنور ففرحك برب العباد أجل، لأنه هو الذي تكلم بالقرآن وأنزله. إذا فرحت بالسنة ففرحك برسول الله رسولا أجل وأعظم، صلى الله عليه وسلم. طيب، يقرر ابن القيم هنا قاعدة، يقول رحمه الله: الفرح المقيد المحمود، قلنا فرح مطلق وفرح شنو؟ مقيد، والمقيد على نوعين: محمود وهذا على نوعين، فرح بالنعمة وفرح بمن؟ بالمعين. والفرح المطلق المقيد المذموم هو الفرح بالدنيا. طيب، الفرح المقيد المحمود تابع للمحبة، وهذه قاعدة من القواعد العميقة في السلوك. الفرح تابع للمحبة، كيف؟ طيب، من فرح بالقرآن فيها دليل على أنه يحب الله، لأن تعظيمك للمرسل إنما هو تعظيم للمرسل، فلولا أنه من عند الله لما أقمت له وزنا. فمصدر فرحك بالقرآن أنه كلام الله، ومصدر فرحك بالكعبة لأنها بيت الله،
فبالتالي يقول الفرح المقيد بالنعمة تابع لمحبة المنعم، فعلى قدر تعظيمك لله عز وجل وعلى قدر إيثارك له على غيره يكون فرحك بالشيء الذي منه سبحانه. الفرح بالرسل لأنهم رسل الله، وكذلك الملائكة ملائكة الرحمن ملائكة الله سبحانه وتعالى. طيب قال ابن القيم الفرح صفة كمال. الفرح صفة شنو؟ كمال، لأنها مما يوصف بها الله، فإن الله أشد فرحا بتوبة عبده، يوصف الله بأنه يفرح الفرح الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. طيب يقول ابن القيم المقصود أن الفرح أعلى أنواع نعيم القلب وبهجته، بل لو تذكرون مرت علينا منزلة الرضا. طيب الرضا ده شو؟ أن يسكن قلبك إلى أقدار الله. أيوة الفرح المحمود أعلى من الرضا. ليه؟ قال لأن الرضا سكون وطمأنينة، والفرح لذة وبهجة وسرور أزيد. فكل فرح بالله راض به، وليس كل راض بالله فرح، فقد يكون راض بالله ولكنه ليس فرحا. طيب قال صاحب المنازل، الآن دخلنا إلى كلام الهروي رحمه الله، قال صاحب المنازل السرور اسم لاستبشار جامع، وهو أصفى من الفرح، لأن الأفراح ربما شابه الأحزان، ولذلك نزل القرآن باسمه في أفراح الدنيا في مواضع، وورد السرور في موضعين من القرآن في حال الآخرة. كلام جميل. كان معنا شنو؟ وهنا اختلف العلامة ابن القيم رحمه الله مع شيخه الهروي، ولكن الفرق بين اختلاف شيخنا ابن القيم مع الهروي عن اختلافنا نحن إذا اختلفنا مع بعضنا، أن ابن القيم يختلف مع الهروي بأدب، ونحن إذا اختلف بعضنا مع بعض أسقطنا الأدب، وبالتالي جاء الهوى. ده الفريق. يعني ابن القيم يقول والله هذه العبارة مزعجة وغير سديدة، ولعله يريد بها كذا وكذا من الخير، لكن يا ليته قال كذا وكذا وكذا. ده كلام واحد يقول لك ده كلام تقول الكلام ده مقصود به كده كده، يطلع المقصود من راسه، يحمل الكلام من راسه هو، ويقيم على ذلك مواقف. يا اخوانا ده ديك قاعد، شوفوا مدار السلوك على الادب. السلوك شفت مدارج السالكين، والسلوك بتاع السلف على الادب. ولذلك اقول بملء فيه من الناس من عرف منهج السلف في الاعتقاد ولكنه لم يعرف منهج السلف في السلوك والأخلاق. تعاون بالمال ينجدك نجاط، شفت ينجدك نجاط، يكرهك اليوم لأنك تعاملت معه بالمال كويس. يتكلم يخرج عن حدود الأدب، هم على درجات، منهم من يتطاول على كبار علماء من الأموات كالشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني رحمه الله تعالى يتطاولون عليهم، ومنهم من يتطاول على بقية إخوانه من المسلمين بالأذى. هذا عنده مشكلة، لما بدأ تعلم الدعوة وطريقة السلف تعلمها من خلال الكتب والإطلاع الخاص، أبدا ما جلس وتعلم عند شيوخه. لذلك قال الثوري رحمه الله إذا رأيت الشاب يتكلم في أشياخه فآيس من خير فيه. ده ما فوق خير نهائي. ما تقول لي سلف ومع السلف، السلف أخلاق وأدب. في ناس يقول لك أقول لك أنا من السلف وتبع السلف، لكن أخلاق بتعريفه ما عنده، من يوم تلقى مكسر. ده الالتزام الجد كارب مكسر وشه شديد. يا زول ما لك؟ يقول لك ده الالتزام. ده الالتزام ولا الفكة دي؟ ده الالتزام شنو ده؟ أنت يا زول داعية ولا رباط؟ شنو الحصو؟ شنو ترباط ولا شنو؟
يا اخي اضحك للناس يا اخي، شفت كيف؟ ولذلك هؤلاء لا يدرسون من العلوم الا الغرائب، ولا يمكن ان يهدي الله به على يديه احدا ولا من اهل البدع، انما يترصد الذين هم على منهجه من اخوانه، يترصدهم ويطعن فيهم. دين يا اخواني مشكله كبيره والله العظيم. انا اعظم ما استفدت من مدارج السالكين طريقة ابن القيم في اختلافه مع الهروي، يختلف معه في المسألة لكن يحفظ له المقامات. نحن لا نعرف هذا اللي بخالفك ده، ودي الحزبية، هم ذاته يقول لك الحزبية الحزبية الحزبية. يمكن أن يكون الواحد حزبيا وإن كان واحدا، ما عنده جماعة، براوس حزبي، يرى نفسه أفضل الناس وأحسن الناس ويتطاول على إخوانه ويستعلي عليهم ويتكلم. شوف ده أكلمكم شيء، الزوج ملتزم يقول ده ملتزم، كلمة ملتزم، ملتزم لسانه هو الذي ينبئ ويخبر عن حقيقة التزامه وعدمها. الملتزم ده من لسانه. إذا كان وهيب بن الورد رحمه الله يقول ترك الغيبة أحب إلي من التصدق بجبل من ذهب، وقال خارجة بن مصعب رحمه الله صحبت عبد الله بن عون 12 سنة ما أعلم أن الملائكة كتبت عنه ما يسوءه عند ربه. قال صحبت 12 سنة مقتنع في 12 سنة دي الملائكة ما كتبت حاجة تدخل مع ربنا في مشاكل. وقال ابن الجوزي صحبت شيخنا عبد الوهاب الأنماطي رحمه الله تعالى قال فمما استفدته أنه ما كان يغتاب أحدا ولا يغتاب عنده أحدا. مش يغتابه، لو في دارهم في محله بخليه. فكيف يكون ملتزما من لا يقيم للمسلمين حرمة؟ كيف يكون ملتزما من ينتمي إلى العلم وينتسب إليه وهو شديد اللسان وشديد المقال على الناس وعلى المسلمين، وأحيانا قد يوهمهم الشيطان أن هذا ضرب من ضروب الجرح والتعديل، وما هم بأهل للجرح والتعديل، وما الجارح بأفضل من المجروح، ومن أنت حتى تجرح وتعدل، وأحيانا يقول هذا من باب الدفاع عن الدين، وهكذا يهمه الشيطان. ثم قال ابن الجوزي استفدت من عبد الوهاب الأنماطي أنه ما كان يغتاب أحدا ولا يغتاب عنده أحدا، وكان يقول لنا علموا العلم مجانا كما تعلمتموه مجانا، علموا العلم مجانا كما تعلمتموه مجانا. ويقول أبو بكر المطوعي رحمه الله صحبت الإمام أحمد 12 سنة ما كتبت عنه حرفا تعلمت من أدبه وسمته. 12 سنة استفاد من أدب الإمام أحمد. ولذلك يقول أسلافنا في السلوك والتربية الخلق مع الأكابر جبلة في البهائم، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ولكنها تتعامل مع الأكابر فقالت وهم لا يشعرون. قمة الأدب، قمة الأدب وهم لا يشعرون. ما قلت لهم بعفصوكم كتلوكم، قلت لهم بعفصوكم بكتلوكم، لكن ما قصد منكم، عشان كده عملوا حسابكم. يا أخي ده الأدب مع الأكابر جبلة في البهائم والحيوانات، خاصة من الذين هم رموز للدعوة نفع الله بهم الخلق الكثير، وإن اختلفت معهم وإن تباينت معهم ليس هذا بمدعاة لإسقاط جميع حقوقهم ألا تقيم لهم وزنا. والله يا إخواننا الالتزام ده أنا باقي لي كثير من الناس حد اللحية والجلابية القصيرة ده فهم، إذا عمل السنة دي وهي سنة ولا ننتقصها، لكن ما هي حقيقة الالتزام وجوهره؟ حقيقة الالتزام وجوهره أن تقيم على الحق وأن تحفظ الجوارح
وأشد الجوارح حفظا اللسان. لذلك جعل الله اللسان في جوف وفي مكان في الداخل، وجعل الآذان خارجة، أما اللسان أدخله الله عز وجل وأحاطه بسجن حتى يسجن، وهو حري أن يسجن. والإذنين شنو؟ برا فكت، لتسمع أكثر مما تتكلم، ونحن نتكلم أكثر مما نسمع. هذا إشكال كبير جدا في التربية. طيب السرور والمسرة، السرور شنو والمسرة؟ مصدر سر سرورا، كأن هذا المعنى سره حتى أثر على أسارير وجهه، كأنه حتى أثر على أسارير شنو وجهه. إذا نظرت إلى السرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل، السرة الوجه ما ظهر من الوجه. طيب الاستبشار استفعال من البشرة، والبشرة أول الخير وأول خبر صادق. أول خبر صادق شنو؟ بشرة. أنت بيقول لك الولد نجح، دي شنو؟ البشرة. التفاصيل بعدك، بيجيب لك تفاصيل النجاح ده كيف والنسبة، بيبشروك أول حاجة، يبشرك بالخبر وهو أوله. طيب والبشرى كما قال ابن القيم يراد بها أمران، أحدهما بشارة المخبر، الزول بيخبر بيبشر، والثاني سرور المخبر، اللي بيقول الخبر ماله بيحصل له شنو؟ يحصل له سرور. هذه البشرى في قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في شنو؟ في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هنا البشرى بعضهم يقول الثناء الحسن، تلك عاجل بشرى المؤمن في الدنيا، وبعضهم يقول الرؤية الصالحة، وبعضهم يقول الإسلام. يقول ابن القيم إذا خرجت روح المؤمن تعرج إلى السماء تزفها الملائكة إلى السماوات كما تزف العروس، كما تزف العروس. والله يا إخواننا ده شيء، نحن طبعا زي بيموت ما بتكون مستحضر إنه الملائكة زافنه إذا كان من الأخيار أو مودينه النار، بس نحن بنشيل الزول ده بنمشي ودي المغابر دي وزاته في المغابر ولك يتأخروا ونشد شنو الليلة والناس دي الراجين شنو وما تدفنوا وهكذا. هذا خلاصة فهمنا لهذه الأمور. طيب قال ابن القيم أسمع الهرج شنو، قال السرور اسم الاستبشار، ورينا الاستبشار جامع وهو أصل من الفرح، يعني الهرج يرى شنو السرور أفضل من شنو من الفرح، وأن السرور أزيد من شنو. يعني يا إخواننا ما الفرق بين الفرح وبين السرور؟ أنت تسمع الفرح والسرور، الفرح والسرور، الفرق شنو؟ الهروي يقول الأفراح ربما شابه الأحزان والسرور ليس كذلك. قال ابن القيم بل إن من العبيد من يكون مسرورا ثم بعد ذلك يتنكد بعد السرور، حصل ما حصل، يا نائما بالليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. تغير شنو؟ تغير سروره. طيب قال نزل القرآن باسمي في أفراح الدنيا في مواضع، كأنه الهرج يقول شنو؟ بيقول الفرح فيه فرح بالله وفرح بالدنيا، الفرح بالدنيا حتى إذا فرحوا بما أوتوا ولا تفرح وإنه لفرح شنو، هذا في الدنيا ممكن الفرح ممكن يكون لله ممكن يكون بسبب الدنيا. قال ابن القيم والسرور كذلك، والسرور شنو كذلك كيف؟ قال تعالى في السرور الذي يكون بعده الندم
والسرور بالدنيا قوله تعالى إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. إنه كان في أهله مسرورا. مسرور بشنو ده؟ لو كان مسرور بالله لما قيل، لا لما قال إنه ظن أن لن يحور. ما الحق أن إنه ظن أن لن يحور؟ أن لن يحور، أن لن يرجع، أن لن يرجع إلى الله. إنه ظن أن لن يحور، هذا معنى يعني قوله. قال ابن القيم أيضا في هذه المسألة قوله بأن السرور ورد، إنما ورد في شنو؟ في القرآن في موضعين من مواضع الآخرة، يقصد قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، سرور محمود. وقوله تعالى ولقاهم نظرة وسرورا، ذي الموضعين. لكن ابن القيم ذكره بالموضع الثالث إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحر. طيب إذن قال ابن القيم بل الفرح أكمل من السرور، وأرى أن حجة ابن القيم أقوى. قال أن الفرح يوصف به الله ولكن السرور لا يوصف به الله سبحانه وتعالى، صح ولا ما صح؟ أيوه هذا كلام صحيح. فلو كان السرور كمالا لو وصف ذو الجلال والكمال به، إنما وصف بالفرح لأن الفرح شنو؟ لأن الفرح أتم. طيب يقول الهروي، ندخل بعد ده في كلام الهروي، هو كلام راقي ومفيد جدا، هو في هذا الباب على ثلاث درجات، الفرح في هذا الباب على ثلاث درجات. طيب الدرجة الأولى سرور ذوق. يا أخوان أديكم حاجة، مشكلة مدارج السالكين، أنت كما من السالكين ما بتفهم حاجة، ما هي اسمها مدارج شنو؟ السالكين، كم بقيت من السالكين بتبقى مسطح كويس؟ أهم شيء تكون من السالكين، لأنها هي مدارج السالكين. السالك الذي سلك في الطريق، سلك سلك يعني صار طريقه ميسرا وممهدا. وبالمناسبة كلمة سلوك اعتياد السير والتخلق بخلق معين، حتى ولو كان ضلالا. لم يقل تعالى سلكناه في شنو؟ في قلوب المجرمين، أي صار لا يتأثر بالمواعظ ولا بالخير، إنما صار لا يرتاح ولا يميل إلا للشر. وبالتالي بعض الناس لا يوفق إلى الخير أبدا، وبعض الناس يوفق لشنو؟ للشر. فهي مدارج السالكين، الغرض منها تنزيل القيم وتنزيل الأخلاق وتنزيل المقامات لتعيشها في نفسك ولتظهر على سلوكك ولتتأثر بها في أنماط حياتك. هذه هي مدارج شنو؟ مدارج السالكين. طيب سرور ذوق ذهب بثلاثة أحزان. السرور عنده فائدة أنه ضد الحزن، فإذا وجد لا يوجد حزن، وكأن السرور إذا دخل القلب طارد الحزن منه. لكن دعني أسألك، ماذا يفعل الكثير من الناس لكي يسر قلبه من المحرومين؟ بعد ذاك أيضا يفتش حاجات، أيضا عنده حاجة بيخلي شنو؟ زول يمشي النادي، زول يطلع رحلة، الخلد يقول لك أنا عندي شنو؟ كتمة، بس خلينا نطلع من الخلد من هذا. في زول كان الفريق انتصر في الكورة، هو بيفرح فرح شديد، فرح يا من يملص هدومه في شارع الزلط. والله أكلمك ناس يملص هدوم عديد في الزلطة ويعمل كده بالهدوم بتاعته، وناس لما يكونوا في الاستاد بيحرقوا العمم. يقول لك اشتعلت المدرجات، اشتعلت المدرجات، يعني شنو؟ المذيع ذاته يقول لك اشتعلت المدرجات، عمم جد. والله انا استغرب في الناس البس العمم دي، يا زول انت مالك؟ ها ده ما جن ده طبعا، ده ضلال مبين يا اخي. ودخول الرجال الاستاد كويس، واحد لقيته قلت له ماشي وين؟ قال لي ماشي كورة. قال لي لا مباراة القمة، قال لي اسمها القمة. قلت له الساعة 11 الظهر ما جاء،
قال يا مولانا لحد ما أصل الاستاد من الصحافة عشان أصل الاستاد وما بلقى محل لازم أمشي من الساعة 11 عشان يمشي استاد الهلال يخش المباراة يخش الساعة 12 يقلب المباراة الساعة كم؟ الساعة 8 بالله الزول كان قال له محاضرة كويس في العقد يجي يحضر عقد زول يقوم يتكلم يعني ما داعي اللي ساعته يا شيخنا ما تعقدون ريحونا يقول لك كلام الله ما دارين ندخل عقدوا لنا يقول لك ويمشي الاستاد من الساعة 11 والمباراة الساعة 8 يا اخواننا مشكلة الكورة ما تقول لي حلال ولا حرام ده كلام داير يعني يا مولانا يا حلال يا حرام لا كده يا اخواننا الكورة او الرياضة كرياضة حلال زي الجسم ده حلال لكن المشكلة في الاستغراق اول حاجة يحضر المباراة بنفسه وتاني يوم يشتري 3 جرائد يا زول انت شده مبارح ما شفته هو شافه مبارح وبعد يشتري جرائد يقرأ وفي الدقيقة 87 لاح الحظ ليشنو كده ما عارف وشات الكورة ولكنها اصطدمت بالعارضة يا اخي انت ما انت يكلموك به شوف المرضى دي بالله يا اخي انت شي شفته بعيونك دي تبي تشتري جرائد من الصباح من الصباح لازم يشتري جرائد عليك رضا ما وهم تقول لي حلال ولا حرام ده حسد لي حلال ولا حرام كويس وبعد ده هما المشكله مش بيشجع ولا بيلعب بيحفظ بالتفاصيل يقول لك ديل عندهم 23 نقطه وديل عندهم 23 نقطه ديل فايتنهم بالاهداف التعادل لصالح ديل وديل خاشين بفرصتين وديل خاشين بفرصه واحده يا اخي ده وهم والله انت وهمانين وهم ما يعلم بيد الله والله ناس غانه ذات وهمانين رايك شنو يا اخي شنو كورة قدر ده كورة ينفقوا فيها أموال قدر دي الرياضة اللي رقبتك انت تترياك في رقبتك انت لكن كورة تخليك تشجع وتقرأ وتضيع زمنك وتناقش وتعرف وتحفظ دي بقت ما رياضة دي بقت عبادة هذه ما مجرد ميل لفريق ولا تشجيع لذلك لا يمكن أن ننظر إلى المسألة نظرة مجرد أنه يا شيخنا الرياضة حلال ولا حرام كان قلت الرياضة حرام يشيلوا حالك علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل كويس الشيء ده علاقته مع ده حصل ده كل شنو يقول لك حرموا الرياضة الناس دي لا ما حرمناها الرياضة ما حرمها راشل والله الرياضة فيها ما هو مفيد ونافع للأجسام وهي متعلقة بحفظ الصحة وحفظ صحة من مقاصد الشريعة لكن الرياضة أم استغراق القلب بل بشي ده كله وإن كان يعني في واحد كلمني قال لي فيه الناس مفيدين في لاعب من مالي ولا وين قال لك مشى في أسبانيا بيلعب في فريق كبير بعدين أسلموا كده في مسجد خلاص المدة تاته انتهى داري كسروا العقد انتهى اشترى الجامع دفع فيها كم دفع فيها $700,000 ودى الجامع للناس وعامل قرية للأيتام ربنا يجزاه خير ويتقبل منه كده واحد من بين المليارات من هؤلاء كويس فبالتالي في فعلا في اشكال في انك انت انا ايام كاس العالم طبعا في واحد للتحتر اول مره يصلي معي ولده قال له يا اخي تمشي صلي معنا ولده يصلي معنا طوالي قام جابه بس صادف كاس العالم وانا بتكلم عن كاس العالم قلت يا اخوان هل يجوز تشجيع الفرق في كاس العالم ومشاهدته ولا يجوز قلت ليه يجوز لكن لابد من ضوابط الضابط الاول المحظور العقدي في ان تتعلق بكافر تحبه لانه يحسن اللعب وان تتعاطف معه وان تفرح وان تهلل معه عندما يحرز الاهداف طيب زول كافر الناس اللي يحبوا حب شديد في كورته دي 2 النظر الى عورات ما ينبغي ان ينظر اليها عورة الرجل من صرته الى شنو الى ركبته كويس والفخذ عورة النظر الى عورات ما كان ينبغي ان ينظر اليها كويس ولو ان هنالك نساء تبدو مشكلة بنات يتفرجوا والمحظور الثالث من محاذير التشجيع ألا يفضي إلى تعلق قلبي واستغراق ما تستغرق
تبقى أي حاجة بس تتفرج ساكت كده من بعيد وتمشي. لو الحاجات دي ما فيش ما تتعلق شديد وكده وأيوة وأديه وهو يبرى والله ما فضل ينط جوا يخرج جوا التلفزيون بيبرى هنا تلقاه وكرب كربة وأعصابه شنو مشدود. فبالتالي أقول لك حقيقة في هذا الأمر وفي هذه النقطة استغراق القلب بالكلية يا إخوان. المباحات ينبغي أن لا تشغل قلبك عن الله. دعك من وبينهما أمور مشتبهات لنجعلها من المشتبهات. المباحات لا ينبغي أن تجعل قلبك ينصرف ويتعلق بهذا التعلق. بل أقولك وأزيد المستحبات إذا كانت تصرفك عن واجبات لكانت في حقك حراما. المستحبات فكيف تضيع. وهذا المحذور الرابع تضيع الأوقات والله يسألك عن هذه الأوقات. طيب المهم طبعا الأب ولده قال لها كيف قال الله زود كلامه سمح لكن ما كان يهبش كاس العالم ده ثاني الظاهر ما جتته أول وآخر مرة. برضو من الصدف واحد أقنع عليه زول بتلتلة اجي صلي معي بس قلت امشي صلي معنا بس وجابه. والزول عنده محل بتاع أغاني استوريوهات وخطبة عن الغناء من أول لحد آخر غنى. الزول ده مرق من هنا محبط إحباط. بعدين شاكل الزول قال لي أنت متفق مع الشيخ قلت له أتكلم عن الغنى وجبتني. قال لي والله أنا ما كلمته ولا عندي معه على والله ما أعرف عن كلام شو. قال لي بس أنت الزول ده أنت جبتني عشان أسمع الكلام ده. لكن بدأ يغير دار يعمل له محل تاني ويعني حس إنه الموضوع ده لو ما أقنعه هزاو لأن أمر يتعلق بالمكاسب والأرزاق وكذا. إذن أقول يبحث الناس عن السرور فيما لا سرور فيه ولا به ويبحث الناس عن السرور الوقتي والزائف الذي يفعل المعاصي أو يغني أو يمشي حفلة أو يرقص أو 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 هو يظن أنه سيرتاح قلبه وأنه بهذا سيسر وإنه سرور يعقبه ألم وتعقبها حسرة وندامة الله عز وجل بها عليم. ستذهب المسرات وتبقى في الفؤاد جمرات جمرات شفت جمرات ذا جوا يغلي. الذي يعصي الله فزول بيسمع غنى ليه بيسمع غنى يقول لك أساس شنو. وفي ناس كان سمعوا نوع معين من الناس في غناء يسر سرور عظيم ويفرح فرح كبير. طيب إذن السرور بالله يذهب ثلاثة أحزان. حزن أورثه خوف الانقطاع وحزن هاجته ظلمة الجهل وحزن بعثته وحشة التفرق. طيب الحزن الأول الذي يذهب به السرور ويزيله بالكلية حزن أورثه خوف الانقطاع وهو حزن المتخلفين عن ركب المحبين. ده كلام جميل جميل. حزن المتخلفين عن ركب المحبين يا إخواننا شوفوا أن تكون في ركب المهتدين هذا توفيق. وإلا فإن الله قال عن بعض الناس ولكن كره الله انبعاثهم كره الله شنو انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يعني لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال ثبت الله عزائمهم وأمر قلوبهم أمرا كونيا قدريا أن تقعد مع القاعدين المتخلفين عن السعي إلى محاب الله ورضوانه. إخواننا في حاجة مهمة جدا في السلوك والتربية مسألة في غاية الأهمية. بعض الناس من السلف يقول إني إذا أردت أن أعصي الله لما استطعت. في بعض السلف لو أراد شنو أن يعصي الله لما استطع لا يوفق للمعصية لأن الله يريده لنفسه طاهرة يصرف عنه السوء والفحشاء لأنه من المخلصين من الخلص. شوفوا الشيء ذا كيف وقوع العبد في المعصية أشأم ما فيها رفع حجاب التوفيق عن العبد حتى وقع في المعصية وإن كان له من الأمل أن يرجع وأن يتوب إلى الله والله يقبله. كلام خطير وبخوف الزول. لذلك
بعض الناس إذا رأى المعصية وغلبه داعي الحس والطبع على داعي العقل والهدى والرشد غلبه يقول نعصي ونتوب بعدين. مجرد أن تتعرض لمقت الله دليل على أنك سقطت من عينه سبحانه، ولسقوطك من عينه لم يقم لك وزنا ولم يحصنك ولم يحفظك ولم يعصمك ولم يحميك. الله الكلام ده خطير. طيب هذا الحزن ما الذي أذهب به؟ أذهبه أنه بصديقية عالية، صديقية عالية. الصديق هو الذي يوقن بكل ما أنزل من شرائع يقين من يرى، يقين ما شنو؟ من يرى، ده الصديق. وعلى رأسهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه. طيب قال شنو؟ هذا كلام أنا حقراه لكم يعني كما هو. فلو عاينت قلوب القاعدين حين أمرت بالقعود عن مرافقة الوفد وقد غمرتها الهموم وعقدت عليها سحائب البلاء فأحضرت كل حزن وغم وأمواج القلق والحسرات تقاذفها وقد غابت عنها المسرات ونابت عنها الأحزان لعلمت أن الأبرار في هذه الدار في نعيم وأن المتخلفين عن رفقتهم في جحيم. وهذا من فهم ابن القيم، كان يرى قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا وفي الآخرة، فهم في الآخرة في نعيم الجنة وفي الدنيا في نعيم الطاعة. في الدنيا في نعيم شنو؟ في نعيم الطاعة. وفعلا والله الطاعة عندها نعيم عجيب خلاص. طيب هذا الحزن الأول. الحزن الثاني حزن ظلمة الجهل. يا سلام، والله ابن القيم ده عالم. قال والجهل على نوعين، جهل علم ومعرفة وجهل عمل وغي. جهل علم وشنو؟ ومعرفة. وجهل شنو؟ عمل وغي. كل معصية جهالة، كل من فعل معصية جهالة. ولذلك إذا اجتمعت أمور الشر تسمى الجاهلية نسبة إلى الجهل، الجاهلية إلى الجهل. وأبو جهل سموه شنو؟ أبو جهل ده خم الشر كله، ده أبو جهل، ده أبو الجهل ذات. شفت لو في جهل هو أبوه. ما كان يكنى في مكة بأبي الحكم عبر بن هشام المخزومي، دمنه أبو جهل، هو خال عمر بن الخطاب، لأن عمر بن الخطاب أمه حنتمة بنت هشام، وأبو جهل هو عمرو بن ابن هشام خال، لكن شتان بينهما، ده أبو جهل. فالجهل إما جهل شنو؟ جهل علم ومعرفة، وإما جهل عمل وغي. الذين يعملون السوء بجهالة، أجهزوا العمل السوء دي جهالة، وقع في جهل، في جهالة، جهالة العمل. ابن القيم يرى أن جهالة العمل والعلم لا ترفع إلا بنور الوحي وإلا بالعلم الشرعي الصحيح، لأن الله أسماه نور. ربنا سمى، ما قال ظلمة الجهل، ظلمة الجهل بالفاء شنو؟ نور العلم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ده النور. وهذا النور شبه الله عز وجل وجوده في قلوب المؤمنين بقوله جل وعلا كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، نور الإيمان والقرآن الذي هو في الخارج مع نور الهداية التي في القلب، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. وشبه حال من فقد هذا النور ظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوق موج من فوق سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ده نور العلم، نور الهداية،
طيب الحزن الثالث حزن بعثة وحشة التفرق. يا سلام، هنا ابن القيم قال كلام لكن راقي. الكلام ده الناس قاعدين يكتبوه في الرسائل، أنا شفتهم ناس كتار جدا بيكتبوا كان في رسالة برسله، لكن ما عارفين وين موضعه. هو مأخوذ من المجلد الثالث من مدارج السالكين الصفحة 64 بعد 100. نحن الآن في المجلد الثالث من مدارج السالكين الصفحة كم؟ 164. طيب قلنا يقول ابن القيم وحشة التفرق تفرق الهم والقلب عن الله عز وجل، وهذا التفرق يورث القلب حزنا شديدا. الحزن على فوات حظه من الله لأنه ضيع فرحه وأنسه بقرب الله والشوق إلى لقائه. شوف الكلام اللي قاله ابن القيم وانا حقرا لك. قال المؤمن، اسمع كلامنا كويس، لا كلام راقي راقي جد. قال المؤمن إذا أحس بوحشة بينه وبين ربه، وسبب الوحشة بين العبد وبين ربه الذنوب. الوحشة التي بينك وبين ربك شنو؟ الذنوب. إذا أحس العبد بوحشة في قلبه بينه وبين ربه فلا يحس قربه ولا أنسه ولا حبه ولا الشوق إلى لقائه سبحانه، ويحس أن عباداته جامدة كويس، وأنها جوفاء حركات بغير معان ولا مضامين، ثم يحس بقسوة القلب. عندها شوف كلام ابن القيم، يستغيث قلبه، شنو يستغيث؟ شنو قلبه؟ من وحشة هذا التفرق كما تستغيث الحامل عند ولادتها. الأسوأ من ذلك أن لا يحس بهذه الوحشة. في زول أصله عنده وحشة لكن ما داري يواجه نفسه أنه عنده وحشة، بيكون سادر في غيه داري يموت على سوء الخاتمة. وفي زول بيكون خايف من الخواتيم، كلما تذكر الخواتيم كلما أحس بعمق الوحشة في قلبه فيزداد ألما ويستغيث. قال ابن القيم ده الكلام ده يقولك، ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه. يعني هذا الطلب الشديد لا يقف إلا إذا كان مطلوبك الله، أما إذا كان مطلوبك كل شيء فإن طلب قلبك لن يقف. وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا. انتهى كلام ابن القيم. والله كلام يعني كلام إنسان عارف سالك. شو زول اللي جاب الكلام ده من وين؟ نحن حسنا نقول كلام ده ليه؟ نحن نقول كلام ده ليه؟ طيب قال ابن القيم أعظم وحشة الحجاب الذي بين العبد وبين ربه، وهذا الحجاب على نوعين، حجاب في الدنيا حجاب القلوب، وحجاب في الآخرة على الأبصار. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لأنهم كانوا محجوبون عنه في الدنيا بقلوبهم. الدرجة الثانية سرور شهود، سأختصره، الشهود دائما يختلف ابن القيم مع الهروي أنه لا شهود كامل لعبد في الدنيا بكشف الحجب بينه وبين ربه إلا فهذا إلحاد وزندقة، ولكن الكشف والشهود هو شهود القلب لنعم الله تعالى ولحقائق المعرفة والأسماء والصفات. فمن كشف له بقلبه حقيقة اللطيف وعلم اسم اللطيف تقلب في هذا الاسم يتعبد الله به. وهنا كلام عجيب ومساجلة لطيفة جدا من ابن القيم، سرور شهود، شهد بقلبه عظمة الله فجاءه سرور. شهود سرور كشف حجاب العلم، كشف حجاب شنو؟ العلم. الهروي يرى أن المعرفة أعمق من العلم. المعرفة شنو؟ أعمق من شنو؟ من العلم.
لأن العلم يقوم على الخبر فقط، والمعرفة على شنو؟ على المشاهدة. قال قد يأتي مهندس ويقول هذه البقعة فيها ماء، ده شنو؟ علم. وقاموا حفروا وطلعت موية، هذه معرفة. لكن ابن القيم يختلف، وقد مر علينا هذا، بأن العلم أدق، ولذلك وصف الله بالعلم ولم يوصف بالمعرفة. والله سميع عليم، والله بما تعملون عليم، إن الله يعلم ما تفعلون. لم يوصف ربنا بالمعرفة لأن المعرفة نقص، المعرفة فيها عموم لكنها نقص، كويس. ولذلك ابن القيم يقول العلم خبر والمعرفة شنو؟ عيان. طيب كشف حجاب العلم لينتقل من المجرد الخبر إلى شنو؟ إلى العيان. لكن ابن القيم يختلف، يقول لا وصول للمعرفة إلا بالعلم. لا وصول لشنو؟ للمعرفة إلا بشنو؟ إلا بالعلم. طيب قال وفك رق التكليف. الله يا أخي، الكلام ده كلام عجيب. شوف يا أخوانا، الهروي قال سرور شهود، سرور شهودي كشف حجاب شنو؟ العلم. وفك رق التكليف. قال ابن القيم وعبارته قلقة غير سديدة، متى كانت التكاليف رقا، وإن رق التكليف لا يفك إلى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طيب يقول، اسمع هذا الكلام اللطيف، لكنه يعني قلب العبارة تحته. والله يا أخوان غايته، فعلا إذا سمعت قيل يحتمل التأويل فاحمله خير محمل، فعل الرجال الكمل. الهروي قال رق شنو؟ فك رق شنو؟ التكليف، معناه زول يتخلص من التكاليف، ده معنى الكلام. ابن القيم قال هو لا يقصد ذلك، لكنه يقصد أنه بهذا السرور يعتق من رق التكليف حيث لا يرى التكليف رقا، وبذلك أعتق من رق التكليف. فك رق التكليف بحيث أنه لم يعد يرى التكاليف رقا، إنما صار يستلذ بالتكاليف. قال كيف لا، والطاعات غذاء القلب وقرة العين ونعيم الروح، وهي التي توجب السرور، إلى آخر كلامه رحمه الله. والله يا أخوانا ذكر، أنا قلت للناس، بقول للناس دائما يا أخوانا، أنت وكتير تلقى زول في مكتب، أنت زول موظف قاعد، تلقى ناس وفوق في المكتب، ممكن تقولون دايرين شنو؟ دايرين شنو يا أخوانا؟ ما تكرهونا لو سمحت بالله، نحن شغالين، تلقى ما شغال أي أحد، كويس؟ ممكن يقول لك كده واحد، يقول لك إخواننا ممكن أساعدكم في حاجة، ممكن أقدمها لكم. هنا الزول باحترام بيطلع من المكتب، وزول يقول لك يا أخي لو سمحتوا عندكم عندك شغل معانا؟ لا، مع السلامة بالله، الوقت للعمل. طبعا صحيح، وده كلام 100% مفروض أصلا يكون في مجاملة، لكن الأسلوب كويس. واحد سكرتير قاعد، واحد جاي قابل المدير، عندك معه مواعيد؟ لا ما عنده مواعيد، إلا تعمل مواعيد أو أرجع. واحد يقول له شنو؟ تفضل جيب أوراقك، خلاص إن شاء الله نحن نعمل لك معه مواعيد، حنعمل لك معه مواعيد. معناها أنت شنو؟ ما عندك مواعيد، وأمشي وتعال بشنو؟ بمواعيد. عندك مواعيد هاي، خلاص أمشي، إلا تعمل مواعيد، إلا بمواعيد تقول له. الكلام الناشف ده لزوم شنو؟ الهروي ده قال كلام رق التكاليف. ابن القيم قال رق التكاليف لا يفك من رق التكليف أحد حتى يلقى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويعبد الله حتى شنو؟ حتى لقيه. التكاليف لا تسقط عن أحد، وإسقاط التكاليف زندقة، لكن فك رق التكاليف أو التكليف يراد به أنه ما عاد ينظر من سروره بالله إلى تكاليف الله باعتبارها رق، بل هي عين الحرية عنده لما توجب له سعادة في قلبه. والله يا إخواننا العلم كويس والأدب كويس. في البخاري في الأدب المفرد قال عليه الصلاة والسلام الصلاح من الله والأدب من الآباء. أنت ولدك ده بتصلحه، يعني ولدك كان طلع فاسق ما في زول بلومك، لأن الأنبياء أولادهم في أولاد من أولاد الأنبياء ما نجحوا، قال يا بني اركب معنا، لكن لو بقت أخلاقه كحبة وما مؤدب أنت تلام. ممكن ولده يكون سفيه لكن يكون مؤدب، لكن إذا بقى ما مؤدب أنت معناه ما أدبته. دي حاجة أساسية، الأدب من الصلاح من الله، لكن الأدب من منه؟
من الآباء. الأدب ده مهم. عيسى عليه السلام، وقد قلت لكم هذا من قبل أكرره، عيسى عليه السلام مر في الطريق فوجد خنزير ومعه الحواريون، فوقفوا، وقف عيسى فوقفوا، قالوا لعيسى لما وقفت؟ قال لينفذ بسلام. قال تفضل مش بعد ما الخنزير مشى هم مشوا. قالوا أتقول هذا لخنزير؟ قال لا أحب أن أعود لساني النطق بالسوء. بأدب الأنبياء. الخنزير خنزير، ما بنبذ يقول أنت خنزير، هو خنزير بجد شنو خنزير، ما بقول أنت خنزير، بتأدب، ده مهم جدا. طيب قال ابن القيم ونفي صغار التكليف الاختيار. يا سلام، ده كلام 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 خطير، ده كلام خطير. الكلام الخطير شنو؟ فك رق التكليف وصغار شنو؟ الاختيار. معناه العبد، شو الكلام ده كيف؟ متى ما كان العبد مربوطا باختياراته، مربوط باختيارات هو، كان محبوسا في سجن إراداته، وهذا السجن نوع ذل وصغار. فإذا وصل إلى هذه الدرجة من السرور انتفى صغار الاختيار وبقي من جملة الأحرار، إذ أن العبد يجعل اختيار الله يقف مع ما يختاره الله له لا مع ما يختاره هو لنفسه، واختيار الله له أفضل من اختياره لنفسه. صح ولا ما صح؟ اختيار الله لك أفضل من شنو؟ من اختيارك لشنو؟ لنفسك. عندها يقول، ده كلام عجيب، قال العالم، ده كلام نقل من القيم عن بعض السالكين، يقول العالم متعب والعارف مريح، لأن العالم ينظر إليك من نظر الشريعة فيقول هذا حرام وهذا حلال ويفعل ولا تفعل، أما العارف فإنه ينظر إلى الناس بعين قدر الله فيشفق عليهم. ابن القيم قال هذا الكلام يحتمل الصواب، يحتمل الصوابين. العالم الناصح يلوم على التفريط بأمر الله، لأن هذا اسم أمر معروف ونهي عن المنكر ومحاربة الفساد والشر ومجابهة الظالمين وهكذا. وإلا لو أخذنا بأن العارف لا يلوم الناس، إذن لا يلوم اليهود ولا النصارى ولا يلوم هذا الأوثان ولا يلومهم على الضلال. ولماذا أنزلت الشرائع؟ ألم تنزل الشرائع للمجاهدة؟ لكن من نظر إلى الناس بعين العلم المحض مقتهم، ومن نظر إليهم بعين الحقيقة عذرهم. من نظر إليهم بعين الحقيقة شنو؟ كيف؟ أنت لما تلقى ناس عاصين في حقيقة الأمر هم مساكين يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم لا من ينفرهم، هذا مقبول من هذه الناحية. يعني أن يكون العالم كالطبيب يستدرج المريض حتى يداويه لا أن يقسو عليه، هذا معنى الكلام، ويمكن أن يكون الكلام مقبولا. طيب الدرجة الثالثة والأخيرة، سرور سماع الإجابة. الإجابة غير السماع العام. إخواننا في يهودي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن أمور من الغيب، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ينفعك إن حدثتك؟ ما اليهودي يسأل الجنة والنار والقبر، سأل من حاجات خاصة فيما يتعلق بعذاب القبر. الرسول قال شنو؟ ينفعك شنو؟ إن حدثتك قال شنو؟ قال أسمع بأذني. أسمع بشنو؟ بأذني. لذلك قال لو كنا نسمع أو نعقل، هذا سماع ظاهري سطحي، السماع الحقيقي سماع القلب، ومنه وفيكم سماعون لهم. سماع الإجابة، استمع وتأثر بالكلام واعتبره وبنى عليه مواقف. للسماعون الكذب سماع إجابة، فبالتالي هذا سماع يسمى سماع شنو؟ إجابة. من سماع الإجابة قولك سمع الله لمن حمده، معناها أجاب الله حمد من حمده. حسن الناس في الصلاة دي طوال يقولوا سمع الله الحمد، لكن ما عارفين ذاته في ناس، بس مما يقوم بتجي براها، بيكون راكع مما يقوم براها بتجي سمع الله لمن حمده وما ناقش أي حاجة. يا أخي سمع الله لمن حمد اسمها سماع إجابة، أجابه الله عز وجل. سماع الإجابة هو سماع انقياد القلب والجوارح لما سمعته الأذن.
وإلا كما قلت لك في ناس سمعوا وما أجابوا، قالوا سمعنا وعصينا. هذا السمع سرور يمحو آثار الوحشة ويقرع باب المشاهدة ويضحك الروح. باختصار كالآتي، السرور بيجي من وين؟ من سمع الإجابة. باختصار، العبد إذا سأل الله الهداية، أسمع كم ده كيف، إذا سأل العبد ربه شنو الهداية وقد أجابه الله، أجاب الله شنو دعاءه، فصار مهتديا بالهداية التي جاءت من دعائه لله وإجابة الله له يكون مسرورا. يعني السرور بأنه دعا الله فأجابه الله، ومن إجابة الله له أنه هداه، وبالهداية يكون العبد مسرورا. واضح أخوانا الواضح؟ نكون بذلك قد انتهينا من منزلة السرور من منازل إياك نعبد وإياك نستعين من كتاب مدارج السالكين، على أن ألتقيكم في درسنا القادم عن منزلة السر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.